صندوق المقاصة احنا وعدنا به قلنا غادي يكون واحد الاصلاح متدرج في صندوق المقاصة. نرى باقي كنقولوا انها غادي يكون شي قرار غادي نعلنوه غادي نعلنوه وحنا امامنا 5 سنوات وغادي نمشيو بالطريقه التي تفيد اوسع فئه المواطنين، لان هذا هو اللي كيهمنا. حنا ماشي مهم هو صندوق المقاصة نصلحوه وصافي، خصنا نصلحو صندوق المقاصة مقابل تحسين وضعيه الفئات الهشه والفقيره والمحتاجه، وايضا مع الاتهام بالطبقه المتوسطه. وعدد من الاجراءات اللي غادي تدخل في القانون الماليه غادي تدخل في هذا الاتجاه ديال دعم الطبقه المتوسطه. شكرا جزيلا.